تكلم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تتصل بعلاقات الأخوة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين. وجاء ذلك خلال استقبال الشيخ أحمد الناصر لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي اليوم في قصر بيان.